مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تايم أوت على قناة رؤيا الأردنية. البداية محليا، حيث تعقد الجمعية العمومية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتماعها العادي السادس يوم السبت المقبل، وذلك برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني. ويجرى في ذات اليوم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، والذي ستتم خلاله المصادقة على قرارات اللجان، ويشهد الاجتماع حضورا مميزا من الدول الأعضاء من بينهم 10 رؤساء الاتحادات الوطنية. وسيشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية على المصادقة على التقريرين المالي والإداري واعتماد النسخة الجديدة من النظام الأساسي في الاتحاد. كما سيجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير البطولات التي أقيمت لغاية الآن في العام الحالي واعتماد برنامج المسابقات للعام الجديد. وكان اجتماع الجمعية العمومية الخامس عقد خلال شهر أيلول من العام الماضي في عمان أيضا. توجه وفد المنتخب الوطني لكرة السلة فجر اليوم إلى فنزويلا للمشاركة في منافسات الملحق التكميلي المؤهل لأولمبياد لندن، الذي سيقام في الفترة من الثاني حتى الثامن من الشهر المقبل بمشاركة 12 منتخبا تتنافس على البطاقات الثلاث المؤهلة للأولمبياد. وسيخوض المنتخب الوطني بطولة ودية تسبق المنافسات وتحظى بمشاركة منتخبات الدومينيك وأنغولا وفنزويلا، حيث تعتبر هذه البطولة المحطة الأخيرة لإعداد المنتخب الوطني قبل مواجهة اليونان وبورتوريكو ضمن منافسات المجموعة الأولى من الملحق التكميلي. وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية صباحية أمس في صالة النادي الأرثوذكسي، وضع خلالها المدرب توماس بالدوين اللمسات النهائية على الفريق. وبحسب مدير الفريق يوسف كيال، فقد شدد الجهاز الفني في الفترة الماضية من خلال التدريبات على دقة الأداء في الشقين الدفاعي والهجومي بالاعتماد على الأسلوب السريع المتزن. ألهب اللاعب خضر بقلي حماس السباحين عندما تمكن يوم أمس من تسجيل رقم جديد في بطولة المملكة الصيفية المفتوحة للسباحة والمقامة على المسبح الأولمبي بمدينة الحسيني للشباب. واستطاع بقلي أن يحقق زمنا وقدره 17 دقيقة و59 ثانية و53 جزءا من الثانية في سباق 2500 متر حرة للفئة العمرية الثالثة، حيث كان الرقم السابق مسجل باسم اللاعب أنس حمادة. وتم يوم أمس تتويج الفائزين بالمراكز الأولى على أن تستكمل اليوم منافسات البطولة. خطف فريق السلط فوزا ثمينا من نظيره كفرسوم، كما باغت فريق عمان نظيره الحسين في المباريات التي جرت في صالة الحسن. أما في عمان فتخطى العربي نظيره الفجر بنتيجة 42 هدفا ل37 ضمن الجولة التاسعة من مرحلة إياب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد. وفرض العربي السيطرة المطلقة على أحداث الدقائق الأولى من المباراة، معلنا التقدم السريع معتمدا على التحركات المؤثرة لهجومه. الفجر أظهر بعض المحاولات الجدية لاحتواء الموقف عبر الاعتماد على الهجمات الخاطفة، إلا أن حارس الفجر قد تحمل العبء الأكبر في هذا اللقاء. وواصل الفريق العربي نسقه الهجومي بالشوط الثاني ونجح في إنهاء المباراة لمصلحته.
حقق فريق عمان فوزا مثيرا بتغلبه على فريق القوقازي بنتيجة 25 هدفا مقابل 21 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات بطولة الأشبال لكرة اليد والتي جرت يوم أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب. البطولة انطلقت قبل يومين وشهدت تغيب العديد من الفرق لاعتراضها على مواعيد البطولة التي حددها الاتحاد والتي لم تتناسب مع تحضيرات الأندية حسب تعبيرها، وشهدت المباراة ندية وتكافؤ في الفرص وكان اللاعب سجالا نقطة بنقطة حتى تمكن العربي من إنهاء اللقاء لصالحه. توج رئيس الاتحاد الأردني للريشة الطائرة السيد محمد الجبور نادي مدينة الحسين للشباب للسيدات بدرع الاتحاد بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي بشرى بواقع 3-0، وكانت أندية مدينة الحسين للشباب وبشرى والحرية والتعاون قد شاركت في البطولة التي انطلقت صباح أمس، وجاء نادي الحرية بالمركز الثاني وحل نادي التعاون ونادي بشرى بالمركز الثالث، وشهدت البطولة مستويات عالية وخامات جيدة مبشرة بمستقبل جيد للعبة. صحيح اليوم هي ثالث بطولة من بطولات الاتحاد، أول بطولة قامها اللي هي كأس الكؤوس وبطولة كأس الأردن، واليوم درع الاتحاد للرجال والسيدات. فيما يتعلق بدرع الاتحاد للرجال شارك 8 أندية، هنالك نادي اعتذر عن المشاركة لظرف خاص هو نادي الخليج، والأندية التي شاركت في هذا الدرع جميع أندية الدرجة الأولى حسب تعليمات ونظام البطولة. اليوم أيضا أقيمت بطولة السيدات شارك فيها 5 أندية، طبعا لأول مرة الاتحاد الأردني للريشة الطائرة يجد آلية دعم مالي للأندية الحاصلة على المراكز الأولى والثانية، بالإضافة إلى بدل مواصلات للأندية خارج نطاق العاصمة الأردنية عمان. كما اختتمت أمس أيضا ضمن هذه البطولة الاختبارات العملية والنظرية للمشاركين بدورة الحكام المستجدين بحضور 67 مشاركا ويمثلون الجامعات ووزارة التربية والتعليم، حيث ستعلن النتائج الأسبوع المقبل. وتعد هذه الدورة مهمة جدا للاتحاد وعلى صعيد الأندية من خلال توفر حكام أصحاب خبرة وكفاءة لإدارة البطولات في المستقبل. وقام معلش المدربين عندنا قليله وشيحه جدا، اللاعبين الاذكياء هي لعبه لها جمهورها لها انديتها لها كل الامكانيات. افتتحت يوم أمس بطولة أندية السيدات للشطرنج بمشاركة 5 أندية هي النادي الملكي وأمانة عمان وشباب أريحة وصلاح الدين وبلدية إربد، وبدأت فعاليات البطولة بالجولة الأولى حيث تمكن نادي أمانة عمان من الفوز بسهولة على صلاح الدين 4-0، وفي اللقاءات الثانية تمكن النادي الملكي من الفوز على شباب أريحة بفارق نقطة واحدة. هذا ويشارك في البطولة أبرز لاعبات المنتخب الوطني، وتتواصل فعاليات البطولة اليوم مع مباريات الجولة الثانية، فيما ستنطلق الجولة الثالثة يوم غد.
واصلت اللجنة الأولمبية حملتها الترويجية للاعبين الأردنيين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن، والتي تأتي برعاية إعلامية من قناة رؤيا من خلال تجمع شعبي كبير أقيم في أحد المراكز التجارية. فقرات الاحتفال الكبير اشتمل على مسابقات رياضية وفقرات ترفيهية قدمها الأبطال الأولمبيون، وتفاعل معها أيضا الجمهور الحاضر، وتبع ذلك توزيع بوسترات الحملة تابعون على الجمهور بعد توقيعها من قبل اللاعبين والأبطال الأولمبيين الذين قدموا بدورهم في بداية الحفل أنفسهم للحضور، معربين عن اعتزازهم بهذا الاهتمام الشعبي بهم. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لنهاية تايم أوت. يمكنكم متابعتنا عبر الفيسبوك @royasports ومراسلتنا على إيميل البرامج الرياضية. أما الآن فالزميل المبدع علي أبو عنزة وحلقة جديدة من برنامج الاقتصاد اليوم. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.